شكرا على موافقتكم على هذا اللقاء. بعض الخبراء يؤكدون أن العملية العسكرية ضد سوريا من قبل الدول الغربية مخطط لها مسبقا. بما سوف ترد وزارة الدفاع السورية إذا بدأ العدوان فعلا؟ وهل تعولون على مساعدة ما من روسيا في هذه الحالة؟ هذه الادعاءات نسمعها من وقت لآخر، وخاصة في الأزمات التي تحصل بين سوريا وبين عدد من الدول الغربية خلال العقود الماضية، والتي تهدف إلى الضغط على سوريا لتغيير مواقفها السياسية. طبعا بالنسبة لنا في سوريا نضع دائما كل الاحتمالات، حتى ولو لم يكن هذا الموضوع مطروح في الإعلام أو من خلال التسريبات، ولكن عندما يكون الوطن مهدد بشكل عسكري أو أمني فلا يكون هناك قيمة لموازين القوى، لا يهم من هو أقوى ومن هو أضعف. إذا كنت أنت دولة صغيرة تمثل دولة صغيرة وضعيفة والعدو هو كبير وقوي، فمن الطبيعي أن تدافع عن بلدك بغض النظر عن الموازين. ولكن الحسابات بالنسبة للآخرين تجاه هذا السيناريو هي ليست حسابات سهلة، فسوريا بلد له موقع خاص جدا من الناحية الجغرافية، من الناحية الجيوسياسية، من الناحية التاريخية، ومن النواحي الأخرى المختلفة. سوريا هي موقع لالتقاء كل مكونات أو معظم مكونات الشرق الأوسط، الثقافية، الدينية، الطائفية، العرقية وغيرها. هي كخط التقاء صفيحتي الزلزال. أي محاولة لهز استقرار صفائح الزلزال سيؤدي لزلزال كبير يضر كل المنطقة ولمسافات بعيدة تصيب دول بعيدة. إذا اهتز الشرق الأوسط كل العالم سيهتز، وأي تفكير بهذا النوع من السيناريوهات سيكون ثمنه أكبر بكثير مما يستطيع العالم أن يتحمله لهذا السبب. حتى الآن تبدو الأمور تذهب باتجاه محاولات ضغط إعلامي، سياسي، اقتصادي. طبعا لا شك بأننا نعول على روسيا، أولا للعلاقة التاريخية الموجودة بين بلدنا وروسيا، وبنفس الوقت لأن روسيا هي قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وبكل الأحوال هي لعبت هذا الدور منذ الأيام الأولى للأزمة. كان هناك تواصل مباشر بيننا وبين الحكومة الروسية، وكنا نشرح لهم بالتفاصيل هذا الوضع. انطلاقا من أهمية سوريا وتأثير سوريا على الوضع في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة تحديدا، كان هناك معرفة روسية لمخاطر محاولات التدخل في سوريا، سواء سياسيا أو أمنيا أو عسكريا أو بأي طريقة أخرى. لذلك قامت روسيا بلعب دور مهم على الساحة الدولية، وكان آخرها الفيتو في مجلس الأمن. فإذا نحن نعول على الموقف الروسي وعلى استمرار دعم روسيا لمصر، ليس دفاعا عن سوريا فقط وإنما دفاعا عن الاستقرار في العالم. ليدر سيريسكيخ كومونيستف كادري جاميل، زعيم الشيوعيين السوريين قدري جميل على الرغم من أنه معارض، ومع ذلك شكر روسيا على الفيتو الذي استخدمت. وفي الوقت نفسه البعض الآخر يقوم بحرق الأعلام الروسية في بعض شوارع المدن السورية. من هي المعارضة التي أنتم على استعداد للجلوس على طاولة الحوار معها؟ أعتقد لو التقيت بأي مواطن سوري ستسمع نفس الموقف. كل شخص لديه الحد الأدنى من الشعور الوطني سيكون ممتن لروسيا لموقفها الأخير في مجلس الأمن. أن نكون معارضة أو موالاة في سوريا أو في الوسط لا يعني أن نختلف على الأمور الأساسية. نحن لا نختلف مع المعارضة حول سيادة سوريا، حول رفض التدخل الخارجي، حول الوقوف ضد العمليات الإرهابية التي تحصل في سوريا خلال الأشهر الأخيرة. نحن نختلف حول القضايا الداخلية، نختلف في القضايا الداخلية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها. فأعتقد هذا الموقف هو موقف عام في سوريا. أما بالنسبة لحرق العلم فلا أعتقد بأننا نستطيع أن نضعه في إطار عمل سياسي، يعني هو لا يمثل معارضة أو غيرها، غالبا يمثل حالات فردية، وقد تكون هذه الحالات الفردية حالات مدفوعة من الخارج لكي يكتمل المشهد الإعلامي حول الكذبة الكبيرة التي تروج ضد سوريا في الإعلام الخارجي، ولكي تظهر روسيا وكأنها تقف مع دولة ضد الشعب.
هذه هي اللعبة الإعلامية المفترضة من هذا العمل. من يمثل المعارضة؟ أعتقد القرار يكون أكثر دقة عندما يكون هناك انتخابات، وجود أحزاب جديدة، وجود انتخابات، انتخابات إدارة محلية، انتخابات مجلس شعب بعدها بفترة قليلة، هو الذي سيحدد من يمثل الشعب من هذه المعارضة. بالنسبة لنا الآن نحن نتعامل مع الجميع، مع كل القوى الموجودة على الساحة، كل القوى الموجودة سابقا والتي وجدت خلال الأزمة، لأننا نعتقد بأن التواصل مع هذه القوى الآن مهم جدا من دون أن نحدد من له قاعدة شعبية أو ليس له قاعدة شعبية. لذلك أن الجواب الأكثر دقة سيكون بعد الانتخابات التي نعتقد بأنها ستكون في شهر شباط القادم. أنتم أعلنتم عن بداية الحوار الوطني الشامل وتنظيم عملية الانتخابات، هذا من جهة، وفي الوقت نفسه جزء من المعارضة في اسطنبول وليس في دمشق قام بتشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الوطني، ويقولون أنهم غير مستعدين لإجراء مفاوضات مع السلطات. هل بالإمكان الاتفاق معهم بطرق سلمية وليس من خلال المجابهة العسكرية؟ أولا، الحوار هو دائما بحاجة للطرفين، فلا يمكن أن تحاور من طرف واحد. إذا أردت أن تحاور أي طرف فلا بد أن يكون قابل بالحوار، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، فلكي نحاور أي جهة بشكل سياسي وبشكل رسمي فلا بد أن نحدد أسس معينة لكي ننطلق من خلالها. هل هذه القوى التي علينا أن نحاورها مقبولة من قبل الشعب السوري؟ هل هذه القوى هي قوى صنعت في الخارج من قبل دول أجنبية؟ هل هذه القوى تدعو أو تقبل بتدخل أجنبي؟ هل هذه القوى تدعم الإرهاب؟ عندما نحدد كل هذه الأسس نستطيع أن نحدد إذا كنا سنحاور أم لا. طبعا الشعب السوري كما قلت قبل قليل ضد التدخل الأجنبي وضد أي شيء يأتي من خارج حدود سوريا، سواء شكل سياسي أو موقف سياسي. أما عن هذا المجلس فأنا الحقيقة لا أعرف عنه الكثير، ولكن أستطيع أن أقول بأن السؤال أو الجواب الدقيق يأتي على هذا المجلس من قبل الشعب السوري. عندما يقبل الشعب السوري بمجلس أو ببنية سياسية معينة فلا بد لنا كدولة أن نتحاور معها. أما بالنسبة لأن نقبل أو نرفض الحوار كمبدأ أو أن نذهب باتجاه العنف أو القوة، فأنا أعتقد بأن المبدأ الصحيح هو استخدام الحوار أو اعتماد الحوار، لأن الحوار هو الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحلول التي تؤدي للاستقرار في أي بلد. لذلك نحن لا نعلق كثيرا على هذا المجلس، طالما أن الشعب السوري لم يهتم فنحن لن نهتم. عندما يكون هناك اهتمام من الشعب السوري سيكون هناك اهتمام من الحكومة السورية بهذا المجلس أو بغيره. الفيتو الروسي لم يسمح بفرض عقوبات ضدكم، غير أن العقوبات موجودة من جهة أمريكا والاتحاد الأوروبي، حتى كندا فرضت عقوبات ضد سوريا. هل يستطيع البلد الصمود طويلا في مثل هذا الحصار الاقتصادي؟ وعلى من تعول سوريا في المساعدة؟ على روسيا مثلا؟ بالمناسبة هذا الحصار قديم على سوريا، الحصار الاقتصادي تحديدا والتقني أو التكنولوجي منذ عقود. أنا لا أذكر بأننا مررنا في مرحلة ولم يكن هناك نوع من الحصار من قبل الغرب على سوريا، ولكن هذا الحصار يشتد في الأزمات. لذلك قررنا منذ حوالي 6 سنوات تحديدا في عام 2005 أن نتوجه باتجاه الشرق. أولا، الحصار يضر بالشعب السوري وليس بالدولة بالدرجة الأولى، بالشعب السوري، ولكن لن يخنق سوريا. سوريا بلد تعيش من إنتاجها وتصدر للخارج، نحن لدينا إنتاج غذائي وصناعي وكل المجالات. أما بالنسبة للمواد الأخرى التي لا تنتج في سوريا فلديك دول جوار وأنت قادر على تجاوز هذا الحصار بنسب كبيرة. فإذا علينا أن نتأقلم مع هذه الحالة الجديدة، ونحن بالأساس تأقلمنا مع حالات سابقة لكي نتجاوز حالة الحصار. أعود لموضوع التوجه للشرق، نحن دائما كانت علاقاتنا مع
الغرب خلال العقود الماضية وربما منذ الاستقلال، بالرغم من أن هذا الغرب كان يحتل هذه المنطقة تحديدا فرنسا وبريطانيا، ولكن نحن في الواقع جزء من الشرق، نحن شرق وأنتم شرق والهند في الشرق والصين في الشرق، وهناك معظم دول العالم وهناك عدد كبير من دول العالم ترتبط بعلاقات جيدة مع سوريا، سواء تحدثنا عن الشرق أو تحدثنا عن دول الجنوب، أمريكا الجنوبية، في آسيا هناك قوى صاعدة، الهند، الصين، روسيا الآن تلعب دورا هاما على مستوى العالم سياسيا وأيضا اقتصاديا وبالمجالات التقنية، هي دولة متقدمة. فإذا لا يعني لم تغلق أمامنا الأبواب، ليس الغرب ليس هو الخيار الوحيد أمامنا، الغرب يحاصرنا صحيح، ولكن لدينا علاقات مع معظم دول العالم ولا بد من استغلالها. بهذا المجال العلاقات بين سوريا وروسيا تطورت بشكل متسارع بعد العام 2005 عندما قررنا أن نتحرك باتجاه الشرق، ولكن أعتقد هذه الأزمة ستعزز بشكل أكبر هذه العلاقات وتحديدا في المجال الاقتصادي. لذلك كما قلت قبل قليل بأننا نعول على العلاقة مع روسيا أو المساعدة الروسية في المجالات السياسية، فلا شك بأننا نعول على التعاون الاقتصادي بين سوريا وروسيا. وسائل الإعلام الغربية أقنعت أمريكا وكل أوروبا تقريبا بأن الدبابات في سوريا تدوس الشعب، وفي الوقت نفسه نحن نرى كيف أن الناس يخرجون ضد هذه الدبابات وهم مسلحون ومسلحون بشكل جيد جدا، فيتشكل انطباع بأن أعداءكم يريدون تكرار السيناريو الليبي. هل توجد لديكم خطة لمنع حدوث هذا؟ طبعا سوريا هي ليست ليبيا ولا أي دولة أخرى، لا من الناحية الجغرافية ولا السكانية ولا السياسية ولا من الناحية التاريخية، فأي سيناريو من هذا النوع سيكون مكلف كثيرا للدول الأخرى كما قلت، ولا يمكن تطبيقه عمليا في سوريا. أما من الناحية الإعلامية والتي استخدمت في البداية لتشكيل حالة خارجية لكي تستخدم ضد سوريا خاصة في مجلس الأمن، في البداية كان اهتمامنا منصب على الوضع الداخلي، في البداية لم يكن من السهل إظهار بأن هناك مؤامرة خارجية على سوريا، حتى بالنسبة لعدد من السوريين لم يكن من السهل إظهار بأن هناك أعمال مسلحة ضد الدولة. اليوم لدينا المئات من الشهداء في الجيش والشرطة والأمن، كيف قتلوا؟ قتلوا من خلال المظاهرات السلمية، قتلوا من خلال الصراخ في المظاهرات، قتلوا بسلاح، فإذا نحن نتعامل مع مسلحين. الآن أعتقد مع تطور الأمور أصبحت الأمور ظاهرة بشكل واضح، وأصبح هناك وعي لدى الشعب السوري حول حقيقة ما يحصل في سوريا. في الأشهر الأخيرة، في الشهرين الأخيرين، بدأنا نركز على الإعلام الخارجي، وبدأنا نقوم بدعوة عدد كبير من وسائل الإعلام لكي تأتي وترى الأمور على حقيقتها. أنت تعرف بأن الإعلام في الغرب بشكل عام منحاز دائما، ليس في الأزمات، حتى في الأوقات العادية هو إعلام منحاز، لديه تصور مسبق خاطئ عن الأمور، أحيانا لا يدخل بالعمق، أحيانا يعبر عن أجندات سياسية تجاه المنطقة مع بعض الاستثناءات. نحن نحاول الآن بالنسبة للإعلام الغربي أن نأتي بهذه الوسائل الإعلامية لكي ترى الحقيقة، ولكن نركز بشكل أكبر على الدول الصديقة لكي تأتي وتشرح لشعبها وبنفس الوقت تساعد حكومتها في مواقفها الداعمة لسوريا خارجيا. فأعتقد الآن التوجه الأساسي هو التوجه الإعلامي، علينا أن نفضح المخطط الخارجي ضد سوريا، وبنفس الوقت علينا أن نساعد هذه الدول في أخذ مواقف بمساعدة الإعلام المحلي. المجابهة المسلحة استمرت طويلا، ويبدو أن هناك من يساعد أعداءكم بشكل جدي. ما هي المعلومات الاستطلاعية بشأن وجود هذا الحجم من الأسلحة لديهم؟ من أين تأتي هذه الأسلحة؟ في الأشهر الأولى، في الشهر الأول تحديدا، لم يكن من السهل معرفة حقيقة ما يجري ومن أين تأتي الأمور، من أين تأتي الأموال أو الأسلحة، وهل كان فعلا هناك أموال وأسلحة، كان هذا السؤال في البداية. اليوم بعد مرور أكثر من 7 أشهر على بدء الأزمة في سوريا، تكونت لدينا
معلومات واضحة ليست مكتملة، لا توجد لدينا كل المعلومات الآن، ولكن من خلال التحقيقات، من خلال تحقيقات مع الإرهابيين والتي تمت مؤخرا، أصبح واضحا بشكل لا يقبل شك تهريب السلاح عبر الحدود السورية من دول الجوار، ودفع أموال أيضا تأتي من قبل أشخاص موجودين في الخارج. الآن لدينا معلومات عن أشخاص يقودون سوريا في أكثر من دولة واحدة، لا توجد لدينا معلومات دقيقة حول علاقة هؤلاء الأشخاص بدول، ولكن واضح تماما من نوعية الأسلحة، من حجم الأسلحة، ومن كمية الأموال بأن هذا التمويل هو ليس تمويل أشخاص، وإنما هناك دول تقف خلف هذا التمويل. لكي نقول من هذه الدول لابد أن يكون لدينا معطيات أكثر وضوحا حول هذا الموضوع، وعندها لن نتردد في كشف الحقائق. أريد أن أدقق السؤال، من أين تأتي هذه الأسلحة والذخائر بشكل أساسي؟ نحن نرى مثلا قنابل إسرائيلية الصنع، هل من الممكن أن هناك بلدان أخرى قامت بتوريد هذه الأسلحة؟ نعم، لدينا أسلحة من كل من دول مختلفة، بما فيها بعض الأسلحة صناعة إسرائيلية، ولكن كما قلت لا نستطيع أن نحدد مصدر هذا السلاح، هل هو من إسرائيل تحديدا أم من دولة أخرى تمتلك هذا السلاح. هناك طبعا قنابل، هناك ألغام توضع في أماكن فيها مدنيين، طبعا قد تستهدف مدنيين في بعض الأحيان، وقد تستهدف قوات الأمن أو الشرطة أو جيش في أحيان أخرى. هناك أحيانا أسلحة مضادة للدبابات في بعض الحالات، وهذا شيء جديد وخطير. لذلك الأمور تدل بأن هناك دول تقف خلف هذا التسليح وليس أشخاص قد يكونوا هم الواجهة لهذه الدول. طبعا من أين تأتي الأسلحة؟ من دول الجوار. حتى يعني بالرغم من أن هذه الأسلحة تأتي من دول الجوار، لا نستطيع أن نتهم دول الجوار بأنها متورطة في التهريب، فمن الصعب ضبط الحدود مع الدول المحيطة كما هو الحال في معظم دول العالم. شكرا على هذا اللقاء الغني بمضمونه، آمل أنه سوف يساعد على تعزيز العلاقات بين سوريا وروسيا. أنا أشكركم جدا لمجيئكم إلى سوريا، وأعتقد بأنكم ستلعبون من خلال هذا البرنامج دورا كبيرا في نقل الصورة الحقيقية للمشاهد الروسي عما يحصل في مناطق مختلفة من العالم، ومنها الآن منطقة هامة هي منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا. مرة أخرى أرحب بكم في سوريا.